من 100 190 درجة ثانية، 110 129 درجة أولى، 130 فما فوق جنحة. هنا تكون الشارع عاوتاني اللي تعرف اقتداد ديال السرعة، يعني السرعة خطيرة والطريق ملتوية على سبيل المثال بحال اللي عندنا في الطريق ديال المرقالة. هنا دايرين فيها البلاكة 50 يعني 10% 55 56 راه داخلة مخالفة، 56 69 درجة ثالثة، من 70 إلى غاية 79 درجة ثانية، من 80 إلى غاية 99 درجة أولى، من 100 جنحة، وهكذا. الناس ديال سيارات الإسعاف دائما كيكونوا داخلين واخدين دي فورماسيون على حساب الإسعافات الأولية والطريقة ديال ديكاجمون ديال الفيكتيم، يعني كيفاش تخرج الفيكتيم إذا كان باقي في واحد الحالة خطيرة عليه. الطريق وعطينا حتى الدراري كيفاش لابي دي يعطيونا المعلومات اكزاكت اللي كنعاني منها ان الانسان ما كيعطيش المكان المحدد، ما كيعطيش عدد الضحايا، بحال بعض المرات كتدخل وكتلقى راسك في ادريس واحده اخرى، ولا كتلقى راسك العدد اللي عطاك مثلا جبتي معك سياره الاسعاف هذا هو العدد اللي كتطلب اكثر من سياره الاسعاف. هو يوم نقوم فيه باستحضار دور الحال السلطه القضائيه في تفعيل مدونات الاسره، وكذلك الاشار الى دور باقي المتدخلين من رجال الأمن الوطني ورجال الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية كل من موقعه للحد من آفة ما نسمي بحر الطرق وما تخلفه من مآسي إنسانية مع الأسف الشديد وكذلك تكاليف اقتصادية. ويوم يروم بالضرورة كما قلت إبراز دور السلطة القضائية في تطبيق مدونة السير والمقتضيات التي تنظمها، وكذلك دور فرصة لإبراز دور رجال الإعلام ورجال الصحافة ومختلف فعاليات المجتمع المدني لتحسيس المواطنين ضرورة التطبيق السليم وضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للسير. الدرجة الأولى هي 100 درهم، ما خلصت فيها كاع المكان، ما خلصتهاش بعين المكان، خلصت 100 درهم إلا فاتت 15 درهم. المخالفة بالدرجة الثانية هي 300 درهم. إلا خلصتها بعين المكان، ما خلصتهاش بعين المكان، تخلص 500 درهم إلا فاتت 15 درهم. الدرجة الثالثة إلا خلصتي بعين المكان 150 درهم، ما خلصتيش بعين المكان، تخلص 300 درهم إلا فاتت 15 درهم. نحن هنا بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، نشارك في هذه الحملة التحسيسية كتلاميذ إمام بخاري من أجل توعيتهم بالسلامة الطرقية وقواعد السلامة الطرقية. نحن فرحون جدا في هذا اليوم المبارك إذ نحتفل باليوم الوطني للسلامة الطرقية، نمثل في هذه اللحظة مدرسة عبد الله إبراهيم، ونشكر جميع الفعاليات الجمعوية، نشكر السلطة، نشكر كذلك جميع الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح هذا الورش الوطني. بالنسبة لهذه الأنشطة فهي مدرجة في أنشطة الحياة المدرسية، هناك نوادي في المدارس، نوادي مفعلة لتنشيط هذه الحياة المدرسية وتنشيط الطفل، إذ لا يجدر بنا أن نترك الطفل في إطار قسمه فقط، بل يجب أن ينفتح على الفضاء الخارجي. ونحن فرحون جدا بهذه المناسبة إذ هي على أرض الواقع في ساحة الأمم، ونفتخر كذلك بفعاليات مدينة طنجة إذ أنها جميعها تساهم في تنشئة الطفل الطنجاوي ليكون مستقبلا شابا راشدا فاعلا في مجتمعه. هو أنني كنخلي في هذيك الوضعية اللي هو مرتاح فيها، وكنحاول نضرب 5 كلاك 5 ديال الضربات ديالك، وديما كنضرب باطن اليد وما كنضربش مستوى على كذا، نحاول ندفع شوية يعني نضرب قدام، ما نضربش هكا، ما نضربش اللوف، نضرب قدام 5 ديال الكلاك وأنا شاد له البوزيسيون اللي مرتاح فيها هو، هنا 2 4 5 ونشوف الرياكسيون ديالو. اليوم أتيت لكي أحيي مناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية وتوعية التلاميذ بضرورة
تعلم قواعد السير وتعلم معاني إشارات المرور. الطريق ماشي لعبة سقطت في أي لحظة، الطريق مسؤولية ويجب عليك وعليا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.